فيديو اليوم فيها لا طوندونس هاد لا باليت ديال لوينات دي زيسكاربان. اهل بنات الكاليتي الاولى دخلات هميزه لمحل شي اسيا وفهاد لا مارك هادي محبوبه السيدات فهاد العواشر ان شاء الله. الفن الجوده الاولى اليوم الثمن غيكون هرس دقدق مات الحماس طالع الجديد دخل محل شي اسيا اثمنه خياليه. هاد لا مارك هادي كتالق لنا في موديلات خياليه غيكون فيهم حتى لوفر ديال لا ليفريزون وكاين حتى لا طوندونس. فيديو حماس شي حاجه طبقوا معنا ما تمشيو فيهم بداو على بركه الله. السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نتمنى لكم تكونوا دائما بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. معنا اليوم مع محل شي اسيا مسلسل او سلسله كل عشيه لكم موعد مع محل شي اسيا، محل المفاجات، محل المغامرات، محل السلع الزوينه وبالاثمنه اللي كتقلبوا عليها. اليوم البنات عندي لكم واحد الخبر واعر اللي كتبغي لي طالون لي زيسكاربان الفن 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 فواحد لا مارك جات واعره وفي الكاليتي الاولى واحد الهمزه. يلا ستوك يلا دخل عليه المحل جديد من بعد ستوك ديال لي زيسبا جا هاد ستوك هذا. دونك اللي عجبها ان شاء الله شي موديل غنخلي لكم ان شاء الله لي بوانتور ديالهم اللوينات ديالهم غنوريكم كيفاش كيجي التفاصيل ديالهم. ونتمنى ان شاء الله تلقاو لي بوانتور ديالكم اللي بغيتو حيت طبعا الحاجه ديال ستوك كيكون فيه لي بوانتور مخلطين ويعجبكم بيان سور لي موديل. كاين حتى جديد دخل في لي ساك لاغيفا جديد لا طوندونس شي حاجه يلا دخلت هذا العام غنبارطاجيها معكم. ولكن قبل ما نبداو ما نساو الشعار ديالنا وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب باش الله يبارك لنا في الوقت وفي السلعه وفي الرزق يا ربي. ونبداو مباشره في اول موديل البنات نديرو ان شاء الله فيديو بحال ماشي شكل ديالو بحال لايف باش نشوفوا ان شاء الله هذه السلعه مباشره. دونك فوالا نبداو في اول موديل غندير لكم بلي زيسكاربان صراحه هما اللي سولتو عليهم بزاف هما لا غيفاج يلاه دخل. هادو كيجيو بالبواتي يعني لي موديل اللي غنبارطاجي معكم كاملين بالبواتي ديالهم. البواتي لي زوين انه كيجي بونيطا لي طا ديالو كيجي زوينه حيت كاين لي موديل اللي كيجيو لي بواتي ديالهم كيكونوا شويه مكرفسين مع ستوك. هادو لي بواتي كاملين ديالهم لي طا ديالهم غتكون زويونه واخا كنحاولوا اننا حتى السيدات اللي بعاد مع شركه ليفريزون باش يوصل لكم لي طا ديالهم زويونين مع كتكون شويه ليفريزون شويه كي لي بوت شويه كيتكرفسوا. كنتمنى ان شاء الله يوصل لكم على خير. سينو كيجيو بلومبالاج ديالهم هكذا باكاجيك هكذا كيجيو كاملين مكمولين. دابا غندوز لكم لي موديل. بالنسبه لهاد الموديلات هادو البنات نذكركم راهم خمية شوى هاي كوبي في هاد لامارك امينه معدي راه معروفه جدا وتبارك الله هي واحد السيده اللي تلقات سميه لامارك على الاسم ديالها. وتحيه للسيدات المراه المناضله في مكانه من جميع الدول تحيه ليها ودارت واحد لا كوليكسيون زوينه اللي لقات اقبال في العالم كامل ماشي غير في المغرب. فوالا الموديل هو هذا ديزاين داك الصبيبات ديال سوندغيون اللي حلمنا به كاملين فاش كنا صغار هو هذا. الطالون ديالو اول حاجه الطالون ديالو كيجي من هنايا هكذا كيجي رقيوق وغادي وكيعرض. علاش؟ حيت كيخلي لك القدم مرتاح وهو لابس لو طالون ديالك دونك تكوني انت مرتاحه في اللبسه ديالو. كيجي هكذا لو ستيل ديالو كونفورتابل. بالنسبه لا كاليتي ديالو راه كتكون بيان فيني. شوفوا معايا شوفوا معايا البنات لي طا ديال لي طالون كيفاش دايرين. شوفوا معايا بيان بيان فيني والتفاصيل فيه واحد التفاصيل دقيقه كنتمنى الاضاءه تكون واضحه ليكم باش نشوفوا التفاصيل ديالو. بالنسبه لي ديتاي ديالو كيجي هو تري تري كونفورتابل كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش مخدوم كل تفاصيل فيه تفصيل فيه. بالنسبه للموديل هنا كيجي من جهه القدم من هنايا لا دوبلوغ ديالو من هنا كيجي اولا لا سوميل عفوا كيجي شويه بومبي. هانتوما راه بومبي غايبان لكم هنا في مطبوعه لا مارك راه بومبي من هنايا غايبان لكم واحد شويه مهزوز يعني كتجي من هنايا طالعه واحد شويه يعني ماشي كامله بلا يعني كتكون كامله بلا ما كيكونش فيها شويه ديال هنايا اللي كيعطي داك ليفي كتكون القدم كتعذب وهي لابساه. هنا لا كتكون مرتاحه ليطا ديالو من هنايا مخدوم مزيان هذا مخدوم بهاد هذا باش خرجات لا مارك باش خرجات بهاد الباد البلاستيك هذا وفيها واحد التقيبات من هنايا. هاد التقيبات هادو كيدلوا على انها كتخلي الرجل منفسه ما كتعرقش يعني كتخلي لك الرجيله ديالك منفسه باش ما تعرقش في وهي لابسه لابسه بيان سور الموديل. فوالا سكينين سوا اللي فيهم هاد لي فيه هنا بابيون كاينين وحدين اخرين فيهم هاد لي فيه هذا اللي فيه هاد لو ديزاين يعني كاين كل واحد والديزاين ديالو كل لون وشنو كاين فيه. وهادو راه مخدومين هانتوما راه ما كاين شي ما كيتقلع ما والو. شوفوا لي كيفاش محفور في الموديل كاليتي واعره وتا لا كولور
لا كولور ارقى حاجه يمكن لكم تنتجوها من لا كاليتي هي اللون. الحاجه اللي انا نقول لكم البنات، الحاجه اللي تقدروا تعرفوا بها واش الموديل اللي دو بون كاليتي او نو هي لا كولور، كيفاش مخدوم لا كولور. لا كولور البنات راه كتبين لك لا كاليتي ديال الموديل كيف ملي كيكون ملبوس بالنسبه للثمن ديالهم. انا قبل ما ندوز لكم لي كولور اللي كاينين فيه غادي نقول لكم الثمن، حيت الثمن ديالهم غيبقى لكم ثمن تنافسي بامتياز. علاش؟ حيت هادو كاينين ليميتاسيون ديالهم، كاينين ديال البلاد، كاينين ديال اسبان، كاينين بزاف ديال ليميتاسيون. بالنسبه لهادو هما الهاي كوبي، هما الكوبي الاولى اللي كتباع لو مينيموم ب 450 درهم 500 درهم لو مينيموم. بالنسبه لهادو غيبقاو لكم حصريا في محل شي اسيا ب 249 درهم. البنات ثمن قل من ثمن الجمله ديالهم ديال الكاليتي الاولى. بالنسبه هالكاليتي الاولى رشحت لكم الامتيازات ديالها. بالنسبه للثمن الاخر اللي كتلقاوه 450 ثمن عادي جدا، حيت هاد لاكاليتي باش تستافدي منها واحد الموديل اللي غنلبسو انا مثلا بغيت ناخد الغوز غيجيني مع واحد البيسه غير واحد مثلا واحد المناسبه من بعد غادي نحطو ما صافي ما غادي نبقى نلبسو حيت من بعد غليطه ديالو غادي تكف غادي تولي خايبه. هذا يمكنك تلبسيه تحطيه عندك تحافظي عليه ويبقى عندك مده طويله. علاش؟ حيت هاد باش تاخدي هاد الامتيازات خصك ضروري الثمن كيكون طالع. هادو علاش حنا عندنا فيهم هاد الثمن؟ حيت حنا دخلنا على صولد، يعني ستوك كبير فيه واحد لا كونتيتي كبيره ديال السلعه، فيهم هاد الموديل ديال امينه معدي اللي بلا كاليتي الاولى واللي فيهم هاد لي كولور. ثمن 249. بغيت نكثر لكم في الهضره بزاف ما طولتش في الهضره، ولكن كنبغي نشرح لكم التفاصيل. بالنسبه للموديل فيه لا ليفريزون غراتويت، كنتي في كازا، كنتي في مدينه بعيده، شمال جنوب شرق الغرب، فيما كنتو في المغرب كامل ليفريزون غراتويت، يعني غتخلصي فقط 249 درهم بحال جيتي المحل. ومرحبا بكم البنات. بالنسبه للوينات كاين الغوز فوشيا بلي بوينتور 36 41، ولكن راه كاين اللي ما كاينينش كاملين. دونك اللي عجبها شي موديل تصيفط لينا موديل اون بليس لا بوانتور ديالها، ولا لقينا ان شاء الله راه غتستافد منه على الروح بوسعه. 249 درهم جاوا على قبلكم دايوغ البنات. الغوز فوشيا اول لون، ثاني لون كاين فيه البلو. بلا تركزوا ليا على لا كولور، لا كولور كيفاش مخدومه، شوفوا ليا لا كولور الديزاين ديال اللون كيفاش مخدوم. 249 درهم البنات، 249 درهم. هرس دقدق مع محل شي اسيا، هرس دقدق في الاسمنه وبروفيتيو منهم، راه ما فيهمش في ستوك بزاف، بروفيتيو. 249. كنتمنى ان الاضاءه تكون واضحه لكم. كاين فيهم الفيغ، يا سلام على هاد الفيغ، شوفوا لي على اللوينات شحال كيحمقوا لو فيغ ديالهم. 249 درهم بنات الخير. الفن كاين فيه لو فيغ ولي فيه هاد لو موتيف اللي قلت لكم في الاول. كاين فيه لو جون، يا سلام على لو جون، شوفوا لي لو جون ديالو شحال غزال، كيحمق لو جوان ديالو، واعر واعر حتى لا كاليتي البنات، عرفتي واحد الملمس فيه راه ميمكنش، راه ميمكن. شوف شوف كامل 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 هكذا، وراه مطبوعه فيه سميه ديال لا مارك. دونك فوالا 249 درهم. كاين فيه الموف، تبارك الله راه فيه واحد لاباليت ديال الوينات كتحمق، شوفوا ليا لو موف ديالو شحال غزال، شوفوا ليا لو موف فن، شفتو؟ شوفوا ليا تفاصيل اللون ديالو كيفاش مخدوم، كيفاش عاطي واحد لابغيونس، تبارك الله زويون وكيبان واعر في اللبيسه. 249 درهم. كاين فيه لو روج، لو روج ديالو شفتو لو روج هو شحال غزال. كاين فيه هذا البلون كاسي، البلون كاسي حتى هو اللي كيجي حتى هو البلون كاسي بزوين، كيجيك مع بزاف د اللبيسات اللي فيه هذا لو موتيف من الجنيبات ديالو، شفتو بلون كاسي. وكاين فيه لو نوار. دونك تبارك الله البنات راه فيه لو شوا، فيه لي كولور، راه فيه تبارك الله 4 7 في 8 ديال اللوينات كيف ما كتشوفوا معايا. النوار، بلون كاسي، الموف، الغوج، الغوز فوشيا، الفيغ، لو جون، البلو، فيه تبارك الله لي كولور. ثمن 249 درهم. لي بوانتور كاينين اون برانسيب من 36 ل 41، ولكن كاين الموديلات اللي مابقاوش فيهم لي بوانتور بزاف. دونك صيفطي ليا لو موديل لا بوانتور ديالك ومرحبا بكم، راه كيديروا في محل شي اسيا 249 درهم ليفريزون غراتويت. علاش هادشي كامل؟ حيت المحل كيجيب لكم السولد، كيبيع لكم السولد، فيكو هاد هذا هو لو برينسيپ ديالنا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. دابا غنخليكم مع السيكان فوالا. البنات اللي كيتسناو في لي ساك غندير لكم باول برومو هي هاد الموديل هذا. هذا صراحه جديد، اول مره كيدخل المحل، واول مره كيدخل كيدخل زوين، كيدخل علينا بالخير كيدخل بان تري بون بري. الموديل اللي هو هذا ستيل ميتيس،
ستيل اللي كلاسيك وزوين هذا باش عجبني. يجيكم مع جليلي بق فيطين البسات العيد فن. كيجي معاه لاوس ولا بواط بطبيعه الحال. والموديل هو هذا الموديل اللي كتجي الحله والسده ديالو على هذا الشكل هذا، وفيه لاشينيت، فيه لاشينيت ديالو اون دوري، يعني كيلبس كلاس. شوفوا لي البنات من الداخل الكيور كيهز فريمون الاساسيات، يعني غيهز لك البورتابل بزيتم صغير سويرتات شي حاجه هكذا صغير خفيف وظريف. علاش هذا خريجه؟ هذا معروف يعني الاحتياجات ديالو. لا كاليتي راه كامل مطبوع، حتى من هنايا كاينه الطبعه ديال لاماك، والهزه ديالو راه كيجي كلاس. ها انتوما كيجي تري كلاس. بالنسبه لو بري ديالو الثمن الاصلي ديالو 380، اليوم مغيبقاش لكم بهذا الثمن، اليوم فقط تركزوا معايا فقط 249 درهم، 249 درهم. هرس دقدق في الاسمنه. الموديل اللي غتاخديه وغتاخدي معاه ليفريزون غراتويت. فوالا البنات راه اليوم هرس دقدق، ماشي غير الساك، يعني ماشي غير لي سكاربان حتى لي ساك، ولكن اليوم غادي ندير لكم ان اوفر في لي ساك. يعني الا خديتو جوج من هاد لي ساك اللي كنبارطاجي معاكم، لي فريزون غراتويت، هذا هو الاوفر اللي كاين اليوم. دونك يمكن لك تستافدي من هذا مع سويك اخر، وعندكم لو ميلونج ما بين بزاف ديال لو شوا اللي غنبارطاجي معاكم اليوم، وبزاف لي ساك اللي كاينين في المحل اللي حطيت لكم في لي فيديو السابقه. دونك 249 درهم الا خديتي جوج القطع لي فريزون غراتويت. كاين هاد الموديل هذا، كاين حتى هاد لو موديل هذا، حتى هو اللي دخل جديد في نفس لا مارك. هذا البنات غني عن التعريف، هذا صراحه ان كود كور صراحه، هذا واعر جدا. بالنسبه لو موديل كيجي حتى هو بلي بابي، بلي بابي ديالو كيجي بلي ديتاي. هذا البنات راه ما يمكنش شحال تبارك الله عليه اقبال. لا دوبلوغ ديالو شوفوا من الداخل كامل اون فيلوغ، مخدوم بالطن مطبوع كاليتي فنه. فيه لو بورت موني ديالو بورت كارت. البنات راه كنذكركم هادو راه فيهم لي زيميتاسيون، حيت كيبانوا لي زيميتاسيون بزاف هاد لي موديل، مي هادي راه البرومي شوا. هذا البزيطيم ديالو اللي كيجي معاه، ومن الداخل هذا كيجي فيه هنايا من الداخل راه كيجي كيهز. بالنسبه لهذه لاشينيت موديل كيتهز حتى هو كلاس. هاد الموديل البنات خريجه مع شي جليبه مع البيسه زوينه. الموديل اللي كيجي هكذا لي زوين فيه هو انه يمكن لك هكذا في العيد ان شاء الله يجيك مع بزاف ديال اللبسات. هو زوين هاد المونوغرام كيجيك مع بزاف ديال الالوان، يعني ما كتحيرش وانت كتلبسي صراحه. عن تجربه يعني مورا ما جربت هاد لا مارك، ملي كنلبسها ما كنفكرش صراحه مع بزاف ملي كنبغي نلبسها مع اللبسات الاخرين. دونك كواك سوسوا لا كولور كتجيك معاها هاد السويكات هادو. علاش؟ حيت كيجيو مونوغرام ومارون، يعني لا كولور كتجيك مع كلشي. شوفوا معايا مثلا دابا هذه كيفاش جات، صراحه غزيو زوين، وهذا كيهز اكثر من الاخر، وفيه حتى البسطام والبورت كارت. راه وريتكم الانتيغيور ديالو كيفاش داير. دونك فوالا بالنسبه لو موديل لو بري ديالو غيبقى لكم بروموسيون 349 درهم. وكنذكركم البنات باللي راه يمكن لكم تستافدوا من لي فريزون غراتويت ابارتيغ من جوج ديال لي ساك. دونك الا خديتو جوج ديال لي ساك اي سيكان دابا اللي غنبارطاجي معكم كاملين، وحتى لي ساك اللي بارطاجيت معكم في الفيديو السابق. دونك اللي عجبها شي موديل جوج القطع ليفريزون غراتويت. بيان سور بغيتي مثلا تاخديه مع هاد لي زيسكاربان لي بارطاجيت معكم دابا، علاش لا؟ اوتوماتيكمون كتبقى لك ليفريزون غراتويت مع هاد لي تالون. دونك كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي معاه ستام وبورت كارت ديالو. توجور في لا برومو كاين واحد الموديل جديد اول مره كيدخل، موديل غزال وما دايرش دائما كيف ما عودناكم البنات. كاين هاد الموديل هانتوما، و حتى اليوم كاين لو شوا، يعني لي موديل تبارك الله كلاس سبورت تبارك الله كاين لو شوا. كاين هذا شوفوا معايا البنات، لا مارك راها معروفه جدا. هذا الموديل هذا راه كنتشد لكم تبارك الله لو شوا في لي كولور اللي كاينين فيه، و سولونا عليه البنات بزاف. هذا الموديل هذا لا كوب ديالو راه كتجي مختلفه، شوفوا معايا الديزاين ديالو شحال كيجي غزال. شوفوا معايا البنات بحال ستيل خفيفه غزيول وانيق جدا. وبالنسبه للموديل كيجي ها هي لا مارك لا اسره كتكون فيها سميت لا مارك، هي هذه لا مارك اللي هي معروفه وغنيه عن التعريف، وكتجي معاه لا بوندوليغ. هذا راه سوا كاينه فيها دي بواني سوا كتهزو معاه لا بوندوليغ اللي كتكون انواغ صاك عملي براتيك وانيق في الهزه ديالو. شفتو لا بوندوليغ اللي كتجي حتى هي مطبوعه بالسميه ديال لا مارك، وهذا راه كيسد هكذا يعني كيتسد بحال هكذا بالعيار من الداخل. دونك فوالا فيه جوج لوينات، فيه النواغ وكاين فيه لورونج. شوفوا لي لورونج ديالو شحال واعر، لا كاليتي واعره البنات صراحه ما عندي ما نقول عليها. شفتوا
كاين لورانج كاين نوار ديالو. بالنسبه لو بري ديال هذا لو موديل 249 درهم البنات، 249 درهم بروموسيون حصريا دخلت المحل شي اسيه ساك بالبوندولير بالبواني ديالو. والموديل راه كنذكركم جوج ديال القطع ليفريزون غراتويت، دونك يمكن لكم تستافدوا من لا ليفريزون غراتويت مع لي ساك كاملين اللي كاينين في هاد لا فيديو ولي فيديو اللي كاينين قبل. يمكن لكم انكم تاخذوا يعني غير باش يكون عندكم لو شوا اللي باش ديروا لي ميرونج ديال لي ساك لي بغيتو. كاين هاد لو موديل هذا حتى هو في هاد لا فيديو هاد لا مارك. كاين واحد الموديل جديد جديده البنات نوفيل كوليكسيون اللي يلاه خرجات في هاد لا مارك. البلو جين واعر اخر ما كاين في هاد لا مارك هادي. شوفوا معايا البنات الموديل واعر، هذا ان كود كوغ، هذا ان كود كوغ صراحه، وهذا خطير هذا البنات اخر ما كاين. وباش زوين كيتلبس مع كلشي وكيجي هكذا لو ستيل ديالو. بالنسبه للموديل البنات هذا كيجي مخدوم هنايا بالثوب كما كتشوفوا معايا، مخدوم من هنايا بالثوب. موديل اللي كيجي كامل مطبوع من الجنيبات ديالو كاملين، فيه جويب ديالو من اللون، لا كوب ديالو كتجي كلاسيك بحال هكذا. بالنسبه لا شينيت راه كتجي لا بوندولير كتجي فيها شينيت بلارجونتي ميلونج مع هذاك هذا ايفي كوير ماشي الثوب، ايفي كوير في لا كولور بلو مارين. هذا البنات راه مبطن لا دوبلور ديالو مخدومه بالبلو مارين، شوفوا معايا مخدومه بالايفي كوير ميلونج ما بين جوج ديال لي ماتيير في ساك واحد. شوفوا معايا الخدمه، شوفوا معايا الطبعه ديال لا مارك، عرفتي لا كاليتي ديالو واعره. شوفوا معايا مطبوع هنايا، شوفوا الطبعه اللي كاينه لداخل من هنايا ديال الموديل. لا كاليتي لا كاليتي هذا الموديل فريمون كاليتي ديالو تبارك الله واعر. شوفوا ليا من الداخل واعر جويب خطير، هنا مطبوع الطبعه هنا شوفوا كيفاش محفوره فيه لا مارك. لا كاليتي البنات كاليتي ديالو واعره وفيه لوينات خطيرين تبارك الله غزالين. شوف وكل شيء مطبوع تمن لا غارنيتور من هنايا كتلقايها مطبوعه ومطابعه الحاره فيه جويب من اللور. التفاصيل ديالو راهم معروفين ساك بلا اوس بلا سيرتيفيكاسيون وبالبواتي ديالو كاليتي تبارك الله واعر ارقى ما كاين في الكاليتي. واللوينات كاين فيه هاد لا كولور هادي البلو جين اللي داخل فيه هذاك التريزا د لا مارك بالبلو سيال، كاين فيها هاد الموديل اللي فيه البلو جين هذا فونسي. شوفوا لي على هذا شحال كيحمق، هذا واعر غزيول. وهنا متروزا فيه لا مارك ومع بحال دي فلوغ، شفتوا وريدات من هنايا كاينين غزالين. شوف سي امبريمي واعر، امبريمي زوين فخم بسيط ما كتحسوش به مشعشع بزاف ولكن فخم 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 وما ضايرش ما دايرش، غتلبسيه ما غتلقايش مدرح ولا مطلي، ما تلقايش بعدا فشي كوبي لعيانه حيت يلاه خارج. يلاه البنات بروفيتيو بروفيتيو بروفيتيو، اخر ما كاين في محل شي اسيا، اخر صيحات في محل شي اسيا. وشوفوا لي داك الديلافي ديالو، داك الجين ديلافي، شوف الجين ديلافي شحال كيحمق تبارك الله. هذا مخدوم من هنا بالطريزات ديالو خفيفين، شوف شوفوا لي كيفاش كيفاش مطروز 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 اون توش ارتيزانال فنه. شوف صويك غزال، شوف ما كاينش البنات صراحه انا شخصيا اول مره نشوفه حتى في لي باج مازال موديل غابر، دونك بروفيتيو منه. دي لافي خفيف هذا الفونسي وهذا البلو جين هذا واعر 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 واعر. بالنسبه لو بري ديالو غيبقى لكم بروموسيون في محل شي اسيا. البنات في محل شي اسيا لا برومو اليوم كتوصل لان بري هرس دقدق في محل شي اسيا فقط فقط 379 درهم فقط البنات، 379 درهم. بروفيتيو لا طوندونس واخر صيحات واخر ما كاينو بصحتكم وراحتكم وتسهلوا الف خير ومازال مستمرين مع محل شي اسيا. غادي نختم لكم لا فيديو بالفقره اللي كتعجبني وكتعجب بزاف ديال السيدات انا متاكده اللي هي الفقره ديال لي مونتر. فوالا البنات لي مونتر اللي كيجيو كاملين بالبواتي ديالهم، لا هاد كاين هاد لا مارك كاين دوطخ مارك دونك راه كيجيو كاملين بلا بواط. كاين لي مارك ان شاء الله غنوريكم الباناشي ديال اللوينات اللي دخلوا. اول موديل غنبدا به هو هذا اللي انا ان كود كوغ، هاد الموديل بازيك كلاسيك في هاد لا مارك هادي راها معروفه، الموديل اللي رقيق وزويون البنات. للاشاره هاد الموديل راه دخلوا فيه اللوينات والشكيلات وحطيتهم لكم في لا فيديو السابقه باش ما نطولش لكم هاد لا فيديو بزاف. كاينين سوا سون بيرل وكاينين اللي كيجيو افيك لي بيرل بعض الحجيرات. كاين اللي تابلو سميتا دوري، سميتا دوري وارجونتي، تابلو في النوار في الدوري في البلون وفي هذا الفيغ رويال، راه كاينين تبارك الله تابلو. المهم انا جبت لكم هاد الجوج دابا حيت لا كونتيتي اللي كانت عندي في المحل تبارك الله كامله ما بقاتش، كاينين في ستوك دونك ان شاء الله اللي بغيتهم راه نجيبهم لكم. بالنسبه للثمن ديالهم 199 درهم، كيجيو كاملين بالبواتي ديالهم سوا كيف ما يعني لتذكير
سوا كيجيو هكذا، واش كيبان لكم في الكاميرا مزيان ولا لا؟ جيسبر تكون كيبان مزيان. سوا كيجيو بلي بيرل هكذا كاملين، سوا كيجيو سون بيرل. طابلو في البيض، طابلو في البيغ الفير عفوا، سميطه دوري وارجونتي، سميطه دوري وارجونتي. بواتشي 199 درهم. سينو كاين حتى هاد في هاد نفس لا مارك الموديل اللي كيكون داير، اللي داير تاهو راه معروف، اللي داير كاين بزاف هاد السامبل ديالو، كاين اللي كامل دوري، كاين اللي دوري وارجونتي. طابلو في البيض وكاينين دوطخو طابلو، دونك كنبغيش نطول عليكم بزاف، كاينين تبارك الله فيهم لو شوا، 899 درهم، وكيجيو بالبواتي ديالهم. وكاين اخر موديل معنا اليوم هو ديال هاد لامارك، هاد لامارك اللي كنت حطيت لكم فيها الفيغ ديالها، اللي تبارك الله لقات اقبال. لامارك هي بلا ما نذكروا الاسم ديالها، راه غادي تبان لكم غير من اللوغو ديال لامارك، هي اللوغو ديالها هنا. شفتوا هذا باش عجبتني الستيل ديالها، كيبان بغاسلي زويون وداير من هنايا غزيوله في الهزه ديالها، كتجي انيقه وفخمه للغايه، وكامله مطبوعه هكذا بالسميه ديال لامارك حتى من الداخل، فيها واحد الطريزه ديال لامارك، واحد النقيشه راه معروفه بها لامارك. شوفوا معايا الستيل ديالو شحال كيجي كيوت وزويون، كيجي لانتيغيور ديالو الطابلو في البلون، سميطه في الدوغي عفوا، سميطه في الدوغي، دوغي في دوغي، وبلا بيغل بلا والو، فخمه للغايه. ثمن فقط 199 درهم، والتوصيل الى جميع مدن المغرب، وما تنساوش بلي كتجيب البواتي ديالها. دونك فوالا البنات، كنتمنى ان لاريفاج يكون عجبكم، جديد يكون عجبكم، لي بري يكونوا عجبكم، وما تنساوناش من دعوه الخير. خليو لي رايكم في لي كومونتير على شنو الحاجه اللي عجبتكم. صراحه راه كنكون في المحل ملي كنكون كنتلاقى مع بزاف منكم، صراحه كنفرح بكم، كنفرح بزاف ملي كنتلاقى معاكم، كنعتز بانني كنقدم محتوى للسيدات في المستوى ديالكم، مستوى الوعي وبزاف د الحوايج، قلوبكم زوينه صراحه، كيعجبني كيشرفني انني نتلاقى معاكم، وكنفرح بزاف البنات لو فيدباك ديالكم على الفيديو، على بزاف د الحوايج. بزاف البنات تلاقيت معاهم اليوم، قال لي اختي اسيا ما كنهضرك، زيدي طولي في لا فيديو. صراحه مع الوقت ديال رمضان كيكون شويه الوقت قليل، ما كنقدرش نطول بزاف، ولكن كنحاول انني نعطيكم لو ماكسيموم ديال لي زارتيكل، سورتو لي زارتيكل اللي كيكونوا جايين جداد، باش نتوما تستافدوا منهم، ما حدهم كاينين في ستوك. دونك فوالا هادشي اللي كاين، كنشكركم مره اخرى البنات اللي كيدخلوا الانستغرام، راه كنحط لكم فيه بزاف، كنحط لكم بزاف مؤخرا لي ريل، وكنحط لكم حتى لي ستوريز، دونك اللي عجبوكم مرحبا. بزاف البنات اللي كيسبوني في انستغرام كيخليو ليا دي ميساج في البريفي، في انستغرام. صراحه انستغرام عليه ضغط كبير، كنحاولوا غير نتكافاو مع واتساب. دونك البنات دو بريفيرونس انكم تخليو لينا في واتساب، راه كنخليكم لي نيميرو هنا دو تيليفون ديالنا، كنخليكم جوج نويمرات مرحبا بكم، راه كنجاوبوكم البنات، كنحاولوا اننا نجاوبوكم، واخا بعد مرات تيكون الوقت كيكونوا ما كاينش في المحل ولا هذا، راه كنحاولوا نجاوبوكم في الوقت، ونعطيكم ان شاء الله جميع المتطلبات ديالكم. بالعكس البنات راه بكل فرحه كنحاولوا نستجيبوا للطلبات ديالكم. دونك فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه للحلان راه كنقولها لكم في لي فيديو، صراحه بزاف البنات كيجيو مورا الفطور، حنا ما كنحلوش مورا الفطور، واخا كيقول لي البنات اختي اسيا حلي لينا مورا الفطور. البنات حنا تابعين بزاف السيستم ديال السوق ديال الشريفه اللي حنا تابعين ليه، اللي اونفاس معاه، داكشي علاش ما كنحلوش مورا الفطور، كنكون كامل كلشي كيكون ساد. كنسدو الجمعه هذه راه كتكون دائما، والحلان راه كنحلو مع 11 كنسدو مع 5، دونك هادو هما لي زوغيغ ديالنا كل نهار. ليفغيزون راه دائما كنديروها لا في كازا ولا اوف كازا، يوميا البنات يوميا كنديرو لا ليفغيزون، دونك مرحبا بكم. والبنات اللي كيجيو هذا هو الوقت اللي كنحلو فيه. كنشكركم مره اخرى، عندكم شي اضافه تواصلوا معايا في واتساب سورتو، خليو ليا دي كومونتير راه كنقراهم كلهم البنات. شكرا لكم بزاف مره اخرى، طولت عليكم في الهضره، ما تنساوناش من دعوات الخير، من كلمه طيبه، بارطاجيو لا فيديو باش كلكم تستافدوا معانا، وقولوا لي رايكم على جديد يلاه دخل. كنقول لكم امسيه سعيده، نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد في فيديو جديد. السلام عليكم البنات. السلام عليكم البنات. هذا الفيديو ديال النعت ان شاء الله ديال محل شي اسيا لوكس اللي كاين حدا سوقنا مودجي شريفه. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا هذه كيوتو، هذا امتداد 2 مارس، تقاطع ديال امتداد 2 مارس و شارع القدس، يعني البنات اللي جاي، الناس اللي جايين من سباته من هنايا لا سينيسيس شارع القدس. البنات راه غادي نقرب ان شاء الله باش يبان لكم النعت بالضبط، والناس اللي جايين من المدينه امتداد 2 مارس راه تما البنات غتلقاو الطاكسيات اللي كيحطوا طاكسيات البيضين اللي كيحطوا في عين الشق حدا كيوتو. انا البنات غندير لكم النعت بالتفصيل ان شاء الله، تجيو حدا تجيو ان شاء الله حتى المحل مقصدين، ومرحبا بكم. هانتوما البنات هذا هو التقاطع، هنا فين داروا داك الباسواي، هنا التقاطع البنات، ها الناس اللي كيجيو من سباته من هنايا. هانتوما البنات شارع القدس هو هذا الامتداد ديالو، هذا امتداد ديال 2 مارس. شفتوا البنات هذه كيوتو، ها هو ماكدو،
ماكدو الاناره راه معروف هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، هادو هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا فين كاين الطاكسيات اللي قلت لكم البنات، ها هو كيوتو هانتوما البنات، ها هي كيوتو كيف ما كتشوفوا معايا، غدوروا من هنايا البنات، البنات اللي جايين من الفوق غدوروا هكا على اليسار، اللي جايين من هنايا غدوروا على اليمين، وهنا البنات خليت على اليسار ديالي هنا خلينا الناس يعني امتداد ديال شارع القدس، غتمشيو نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا، غتخليو كيوتو هنايا على اليمين ديالكم وغتمشيو نيشان على شارع القدس، شارع القدس البنات راه معروف كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما كاين هنايا المحلات هنايا في شارع القدس، هنايا معروفه البنات كتلقاو هنايا كتبيه تامينات المغرب، شفتوا كيف ما كتشوفوا البنات راه معروفين هنايا، غتبقاو غادي النيشان هذا شارع القدس، يعني غتبقاو غادي تو دغوا نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما المحلات هنايا في شارع القدس، هانتوما شفتوا النعت بالضبط يعني باش تجيو نيشان التقاء هنايا ديال، وهنا البنات غتلقاو ماجوريل اللي كنعت لكم بها دائما ماجوريل التقاء ديال الشارع الداخله هنايا، هنا غتسولوا على شارع الداخله غتدوروا على اليسار غتلقاو ماجوريل البنات، شارع الداخله غتدوروا مع شارع الداخله غتخليو ماجوريل هنا وغتمشيو نيشان البنات، هذا هو النعت بالضبط ديال محل شي اسيا لوكس، من هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ماجوريل راه كاين حداها كافي شرم الشيخ راه معروفه بزاف، شفتوا البنات هاد هادي هي هاد لوبيغ هذا راه باين في شارع القدس راه واضح، غتمشيو نيشان غدورو على اليسار تمشيو نيشان غادي نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا، هنا غتلقاو بيم ها هي غتلقاوها هنايا، غتبقاو هاد الدوره الاولى لا الدوره الثانيه غتلقاو المارشي، هنا البنات راه هنا كاين المارشي، وهانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا نيشان مع شارع الداخله غتلقاو هنايا وفكاش غتلقاو هنايا يعني ها هو المارشي هو هذا السوق نموذج الشريفه هو هذا البنات، حنا فين كنتواجدوا البنات كنتواجدوا ماشي هذا المدخل واحد، حنا كنتواجدوا في مدخل جوج يعني غتمشيو نيشان مازال الدوره الثانيه كيف ما قلت لكم غدوروا على اليمين هنا البنات، يعني غتلقاو هنايا مجزره شفتوا ها هي على اليمين هنايا يعني المدخل الثاني غدوروا على غدوروا على اليمين كيف ما كتشوفوا معايا، هنا البنات فين كاين المحل كيف ما كنعت لكم دائما راه هو البنات المحل هانتوما ندير لكم الزوم محل شي اسيا لوكس اون فاس مع الاون فاس البنات مع المدخل جوج مارشي شريفه، ومرحبا بكم البنات هذا هو نعت محل شي اسيا لوكس حتى لهنا مرحبا والف مرحبا مع السلامه، وهانتوما البنات ندير لكم التتمه واخا هنا وقفت هكا باش يبان لكم النعت بالضبط، كي هنا ملي كنت جايه انا يعني هنا البنات شارع الداخله اللي دخلت معاه الدخله الثانيه كيف ما قلت لكم شارع القدس كانت الدخله الاولى لا الدخله الثانيه كدوروا على اليمين نيشان هنايا هذا هو السوق نموذج الشريفه مارشي عين الشق اولا مارشي الشريفه باش معروف بزاف، هذا البنات الباب الصغير معروف الباب ديال الحوت ولا ديال الدجاج الصغير، مدخل جوج سولوا على مدخل جوج اون فاس مع المدخل جوج البنات غتلقاو المحل اللي هو هذا، ومرحبا بكم والف مرحبا البنات، هنا غتلقاو اي حاجه زوينه وبثمن زوين ولا كاليتي زوينه، ومرحبا والف مرحبا البنات، هذا هو محلكم محل شي اسيا كنرحب بكم في اي وقت، كنذكركم بتوقيت العمل البنات، المحل كيحل جميع ايام الاسبوع يعني الايام كاملين باستثناء يوم الجمعه نهار الجمعه البنات كنكونوا سادين راه المارشي كله كيكون ساد، بالنسبه لتوقيت العمل كنحلوا مع العشرة وكنسدوا مع السبعة ونص البنات، الارسال كنديروه لكازا ولجميع مدن المغرب وكيكونوا بعض التسهيلات الجاليه المغربيه عفوا، ومرحبا بكم كاملين هذا هو محلكم محل اللي كيرحب بكل سيده عاشقه للاناقه، ومرحبا بكم دائما تمن زوين ولا كاليتي متميزه ومع السلامه.